أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التطورات للأحداث أو تطورات الأحداث في جنوب الحديدة والتداعيات التي خلفتها حتى اللحظة، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنها لم تبلغ مسبقا بتحركات القوات المشتركة، وأضافت أنها تتابع تقارير انسحاب القوات من الحديدة باتجاه التحيتة وسيطرة ميليشيا الحوثي على المواقع التي تم إخلاؤها. أشارت إلى أنها تقوم بالتنسيق مع الأطراف لتثبيت الحقائق على الأرض، داعية إلى ضمان سلامة وأمن المدنيين، كما أعربت عن قلقها جراء سقوط ضحايا إثر غارة جوية في التحيتة. في الأثناء نفت الحكومة اليمنية توصيلاتها بانسحاب القوات المشتركة من جبهات عدة بمحافظة الحديدة. جاء ذلك حسب بيان للفريق الحكومي بلجنة التنسيق الخاصة بإعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولم في الحديدة. أضاف الفريق في البيان أن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفته ودون أي تنسيق مسبق مع الحكومة. قال إن إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عبر الفريق الحكومي، معتبرا أن أي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية بالحديدة تحت أي ظرف مخالفة صريحة لاتفاق ستوكهولم، ما يستدعي موقفا واضحا وصريحا من المجتمع الدولي. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة جنوب الحديدة، ولماذا يصمت التحالف السعودي الإماراتي خصوصا عقب إعلان البعثة الأممية والحكومة اليمنية عملهما أو علمهما بما جرى وما يقف وراء ذلك. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. انسحابات أم تموضع أو تفاهمات لها ما بعدها؟ فالتطورات المتسارعة في الحديدة أعادت ملف المحافظة إلى الواجهة مجددا عقب انسحاب القوات المدعومة من الإمارات من مناطق جنوب الحديدة في خطوة وصفتها القوات المشتركة بأنها إخلاء مواقع تنفيذا لاتفاق ستوكهولم. لكن المحصلة لتلك التحركات الغامضة كانت تقدم ميليشيا الحوثي وإعادة سيطرتها على تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة، وهنا لم تتضح الصورة أكثر حول ما يجري. حتى خرجت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كاشفة عن عدم علمها المسبق بتحركات القوات المشتركة في الحديدة وسيطرة ميليشيا الحوثي على المواقع التي تم إخلاؤها. لم تتوقف ردود الأفعال، إذ قالت الحكومة في بيان لفريقها بلجنة التنسيق الخاصة بإعادة الانتشار إن ما يجري حاليا في الساحل الغربي يتم دون معرفتها ودون أي تنسيق مسبق معها، وتلك المواقف أزاحت الكثير عما حدث، إلا أنها لم تجب على سؤال من يقف خلف ما يجري وما تلك الأهداف من وراء ذلك. فميليشيا الحوثي أعلنت سيطرتها على المواقع مشيرة إلى أن هناك تنسيقا لذلك، إلا أنها لا تريد الكشف عنه الآن حسب قولها. أما التحالف السعودي الإماراتي فلا زال يلتزم الصمت، ما يثير تساؤلات عدة خصوصا مع تقارب أبو ظبي مع طهران. ميدانيا مثلت المستجدات على الأرض صدمة لدى أبناء الحديدة في المناطق الجنوبية للمدينة عقب معاودة الحوثيين الدخول إليها وشن حملات اختطافات وسط تحذيرات من إقدام الميليشيا على تنفيذ عمليات انتقام في أوساط تلك القرى. لا شك أن المستجدات جنوب الحديدة سيكون لها تداعيات في مسار الصراع، وبالعودة إلى الوراء قليلا حول تحركات طارق صالح الأيام الماضية، يدرك المتابع أنها كانت بمثابة التمهيد أو التبرير لما يحدث اليوم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيوفي المحلل السياسي ياسين التميمي، وأيضا معنا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، ومن بيروت الصحفي طالب الحسني. مرحبا بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك سيد ياسين. إذا كيف يمكن قراءة مجمل التطورات الأخيرة في هذه المدينة ولربما التداعيات اللاحقة لما حدث؟ تحية لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. طبعا ما حدث شكل مفاجأة صادمة لأولئك الذين كانوا يعتقدون أن هذه القوات التي رابطت في الحديدة لنحو 3 سنوات كانت جزءا من المشروع الذي يواجه الحوثيين، لكن بطبيعة الحال هذا الانسحاب كان صادما من عدة مستويات. أولا
أنه لم على الأقل لم يحفظ حق الأهالي الذين يتعرضون اليوم للتنكيل من قبل الحوثيين، وثانيا أنه كافأ الحوثيين وأعافاهم من أي التزام تجاه اتفاق ستوكهولم. اليوم الحوثيين يتمددون في المناطق التي انسحبت منها القوات وغير ملزمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه اتفاق ستوكهولم، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الحكومة اليوم هي التي أسقطت ستوكهولم، وبالتالي حتى ليس هناك من حاجة اليوم لبعثة أنومها التي ترعى تنفيذ اتفاق الحديدة. البعثة الأممية اليوم تقتطع جزءا من الأموال التي ينبغي أن تذهب للمحتاجين اليمنيين لتغطية مصاريفها، بينما هي لم تنجز شيء، وبالتالي ينبغي أن تذهب الآن بعد هذه التطورات السلبية. الحكومة الشرعية هي الطرف الغائب في هذه الأحداث، لم تكن طرفا في يعني إلا فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاق الحديدة، هي كانت شاهد زور، يعني قدمت تنازلات كثيرة على المستوى السيادي، يعني قبلت بالتعامل مع الحوثيين كطرف مكافئ في الحديدة، وقبلت أن تتقاسم معه المسؤولية في محافظة الحديدة، وهذه كانت خطيئة كبرى، ولكنها استسلمت لضغوطات الولايات المتحدة ولضغوطات المملكة العربية السعودية التي بدورها تعرضت لضغوطات الولايات المتحدة. ما أن وقعت الحكومة على اتفاق الحديدة انسحبت، وبالتالي اللاعب الأساسي الذي كان يتواجد في الحديدة أطراف لا علاقة لها لا بالشرعية ولا بالمشروع الوطني ولا بالجمهورية ولا باستعادة الدولة أبدا، كانت قوات تقاتل بالوكالة. نحن لا نقلل من أهمية التضحيات التي قدمتها هذه القوات، لكن هذه القوات في النهاية هذه التضحيات التي قدمتها ذهبت هباء، لأنها كانت تعمل بالوكالة لصالح دول لها مشاريعها الخاصة. بالتأكيد الإمارات هي التي كانت، ومع السعودية بطبيعة الحال، هي التي كانت تنفق على هذه القوات وعلى استمرارها في الخنادق ومناطق التماس، واليوم قررت أن تخفف من أعباء تواجد هذه القوات، وبالتالي قررت الانسحاب دون أن تشاور مع أحد. ياسين، يعني هذا الأمر أنت تحدثت بالمجمل ربما عن الصورة الكاملة، الأطراف الشرعية، التحالف، أيضا ردود الفعل على ما يحدث، لكن بالعودة في حديثك إلى كلمة مفاجأة لمن بالضبط؟ ألم تكن الشرعية تتوقع ما الذي سيحدث؟ ألم تكن الأطراف الإقليمية تتوقع؟ ألم تكن ميليشيا الحوثي أيضا تتوقع ما الذي سيحدث؟ كان النائب محمد ورق قد أصدر تحذير قبل نحو شهر وتحدث عن هذا السيناريو، لكن المشكلة أن هذا الانسحاب شكل مفاجأة صادمة. لماذا؟ لأنه تم بهذه الطريقة، بمعنى أنه منح هذه المساحة الكبيرة من الأرض للحوثيين دون أي مقابل ودون حرب، يعني مكافأة مجانية. ما كان أحد يتصور أن الحوثيين سيحصلون على هذه المساحة الكبيرة هكذا بدون قتال بدون أي كلفة، بل بالعكس هذه الخطوة أعفت الحوثيين منذ الآن من أي التزام تجاه اتفاق تفاهم ستوكهولم، وبالذات تجاه اتفاق يعني اتفاق الحديدة. هنا تكمن المفاجأة الحقيقية، والمفاجأة طبعا لمن؟ لأولئك الذين يحرصون على تحجيم دور الحوثيين. أما بالنسبة للسلطة الشرعية فأعتقد هذه مصدر إحباط كبير بالنسبة لنا، قيادة الشرعية، الحكومة ربما تكون لديها علم أو ربما لا يكون لديها علم. الأمر ربما يكون قد حسم في الدوائر الدبلوماسية المغلقة، مثلا ربما أرادت الإمارات السعودية أن تقدمان ربما ما يرضي الإدارة الأمريكية التي دائما ما تطرح ميناء الحديدة والحديدة ومطار صنعاء يعني كمطالب أساسية من أجل إنهاء الحرب في اليمن، ولكن هذه الخطوة تتم بعيد عن السلطة الشرعية، بعيد عن أي مكاسب. وهنا أنقل التساؤل لضيفي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. برأيك إذن لماذا انسحبت هذه القوات؟ ما الأهداف وما الأسباب؟ تحياتي لك أختي الكريمة ولضيوفك الكرام. ما حدث من انسحاب مفاجئ كان كلفته كبيرة بالنسبة للسكان المحليين، خاصة مع الانسحاب المفاجئ، وصراحة لم يكن مفاجئا، ربما فاجأ السكان المحليين الذين تروضوا على امتداد 3 سنوات في وجود قوات تدافع عنهم من قصف ميليشيات الحوثي ومن الاقتحامات التي كانت تحدث في تلك المناطق، والمناطق التي صارت محررة وآمنة عدا بعض القصف أو بعض الألغام التي تتسلل بها ميليشيات الحوثي في مناطقهم. ما حدث كان فاجعة بالنسبة للسكان المحليين، وبالنسبة للمراقبين يدركون بأن القوات التي تشكلت منذ 3 سنوات ومدعومة
إماراتيا لم تكن لها صراحة أي ذات وطنية، وكانت الكثير من الدعوات تحذر من مغبة استمرار تشكل مسلحين بسلاح خارج نطاق قوات الجيش. وايضا ساهمت صراحه ايضا الحكومه الشرعيه ب يعني تركها للساحل الغربي نهبا للامارات ونهبا للاجندات الاجنبيه ونهبا لاستنساخ العديد من الميليشيات المسلحه، وكان الحديده لم يكن ينقصها الا ميليشيات بعد ميليشيات الحوثي. وبالتالي هذه المشاريع الصغيره عاده ليس لها لا تستطيع ان تلتزم وان يكون لها التزام اخلاقي او وطني او قيمي او يتوقع يعني خلال ساعات يفاجأ الآلاف من السكان بأنهم مكشوفون من كل الجهات، وأن الميليشيات التي تقاتلهم وتقاتل أبنائهم أصبحت داخل أحيائهم السكنية. هناك عمليات إعدام تمت في منطقة الطائف، محمد حسن بوهيدر ذبح ذبحا بالسكين عندما دخلت ميليشيات الحوثي لهذه المنطقة فقط لأنه من أبناء الزرانيق، وهناك شخص ثاني بالجوار أيضا ذبحت بالطائفة الداعشية ذبحته ميليشيات الحوثي. هناك عملية انتحار أيضا في محافظة في مديرية التحيتة جراء مفاجأة بعض الناس لدخول هذه الميليشيات. وبالتالي في اعتقادي أصحاب المشاريع الصغيرة عادة لا يلتزمون، ليس لهم قيم أخلاقية ولا قيم وطنية ولا قيم إنسانية. كانوا حتى على الأقل يتحدثوا مع السكان، اليوم الآلاف يتجهون باتجاه مديرية الخوخة، هناك مأساة وهناك كارثة إنسانية صراحة. يعني المجتمع الدولي، الحكومة الشرعية، التحالف، قيادة القوات المشتركة يجب أن توجه الاتهام في كل هذه الجهات التي تقف صامتة ومتفرجة، وفي الأخير تقول بأنها لا تدري، وكأن محافظة الحديدة تبع إرتريا أو الصومال وليس تابعة للجمهورية اليمنية. بالحديث عن أن هذه القوات تتبع أجندة معينة وأجندة دولة الإمارات بالتحديد، هناك أنباء تقول بأنه تم إصدار الأوامر لهذه القوات على الأرض بالانسحاب، وأن من لن ينسحب أو من سيعارض هذا الانسحاب سيتم قصفه. كيف يعني تنظر أنت إلى هذه النقطة، وهل من المنطقي الحديث بهذه الرؤية؟ أختي الكريمة، هذه الحقيقة رواها لنا الكثير من الضباط عندما تحدثنا مع ما الذي حدث بالضبط. البعض فوجئ، البعض صمد في مناطق الخمسين، مدينة الصالح، الطائف، الجاح، مناطق الدريهمي، المنطقة الجبلية، الفازة، رغم أن قوات العمالقة وقوات بعض قوات العمالقة حتى لا نضد كافة بعض التي كان لها وطنية وأيضا الحرات الجمهورية انسحبت وتركت أبناء الولايات معزولة ومكشوفة من كل الجهات، وحصل عملية يعني قتل وحصل جرح سقوط جرحى وقتلى نتيجة هذا الانكشاف. اليوم وللمعلومة يعني اليوم القوات السهامية احتشدت وبدأت ترتب أوضاعها وكسرت هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الحيمة التي قال طارح بأنه تموضع بداخلها، وللأسف الشديد اليوم الميليشيات تهاجمه أيضا لداخل منطقة الحيمة الساحلية، ولا يعرف الجميع علامة استفهام كبيرة، لا سياسيين ولا قيادة عسكرية ولا أي من الجهات الأخرى تتحدث ما الذي حدث. المواطن الآن يتطلع ما الذي حدث، من يتحمل المسؤولية والكلفة الإنسانية التي تحدث في محافظة الحديدة. نعم، سنعود للحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها سيد عبد الحفيظ، ولكن اسمح لي بأن أشرك معنا في الحديث السيد طالب الحسني الصحفي من بيروت. مرحبا بك معنا سيد طالب. إذا هناك من يقول، والسيد ياسين أيضا قال، بأن ما حدث يأتي في إطار صفقة بين الأطراف الداعمة لميليشيا الحوثي والقوات المشتركة في الحديدة. أهلا وسهلا بك وبضيوفك وبالمشاهدين الكرام. أولا يعني حتى بعيدا عن كل التفسيرات التي ليس لها معنى، وأيضا هذه التساؤلات التي تأتي وكأنها لغز هذا الانسحاب، أولا كانت هذه القوات المتواجدة في الساحل الغربي هي قوة هشة لا يمكن مقارنتها في 2018 عندما دخلت إلى هذه المنطقة. ثانيا قوات تستنزف أموال فقط وتحولت إلى محرقة أموال، وأنا كنت قد قلت في هذا القناة تحديدا أنه أكبر فرصة يمكن أن تقدم لصنعاء إذا تم انتهاك اتفاق السويد بالفعل في الحديدة، ولذلك هذه القوات لم تكن تشكل تهديدا حقيقيا على الحديدة.
الأمر الآخر يعني من المعروف أن وكيف تفسر أن قوات ميليشيا الحوثي لم تستطع السيطرة على هذه المدينة بالكامل وتوقفت عند حدود اتفاق ستوكهولم إذا كانت قوات هشة كما وصفتها؟ نعم، من يعتقد أنه جرى يعني توقيع اتفاق ستوكهولم يعني بدافع إنساني فهو مخطئ تماما. كانوا يعلمون تماما، ومن يطلع على خريطة هذا الانتشار سيدرك إلى حد كبير جدا أن هذا الانتشار لم يكن آمن، وأنه انتشار يمكن الالتفاف عليه، وأنه انتشار يحاط بقوات يعني بمساحات كبيره جدا يمكن ان يهاجموا باي وقت، وفي مناطق متعدده. هم وقعوا الاتفاق لانهم كانوا يدركون ان هناك صعوبه عسكريه في البقاء في هذه المناطق او ان تتحول المنطقه الى منطقه اشتباك دائم ومتواصل. فاذا يعني لا يمكن مقارنه بقائهم هذه الفتره الزمنيه الطويله بأنهم يعني فقط متمسكين باتفاق السويد. هناك عجز في أن يتحولوا إلى قوة مهددة فعلا للحديدة. وكنا نقول بالفعل أن أكبر خدمة يمكن أن تقدم لصنعاء أن يتم اختراق اتفاق السويد، لأن صنعاء لم يعني عندما تم اختراق هذه المنطقة أولا كانت صنعاء تعيش أزمة فتنة علي عبد الله صالح حينها، ولا يمكن اليوم أن نقارن هذه القوات بتلك الفترة على الإطلاق. ثانيا يعني والأستاذ ياسين هو أشار إلى ذلك أنه حكومة عبد الرب منصور هذه ليست مطلعة وليست هي صاحبة القرار بالنسبة لهذه القوات المتواجدة طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة. حتى السعودية لم تكن حقيقة صاحبة القرار، إذن هناك من يقرر هو وهو الإماراتي. موضوع الصفقة مع هذه القوات يعني لو كانت صفقة فهو ذكاء من صنعاء، ولكن لا أعتقد أنها صفقة على الإطلاق. يعني هناك مخاوف من أنه ارتدادات معركة مارب قد تتحول أيضا إلى الساحل، والساحل هو منطقة هشة يمكن أن هذه القوات أن تجبر على الرحيل، وبالتالي يكون هناك هزيمتين عسكريتين في نفس الوقت، هزيمة في مارب وهزيمة في الساحل الغربي، وبالتالي تراجعوا. النقطة مهمة جدا وربما تفيد البعض الذي لا يزال يفكر بقضية المؤامرة. الإمارات يعني تسحب هذه القوات لأنه لديها مشروع دفع المحافظات الجنوبية إلى الانتصار، هي تقوي من الانتقال وتريد أن تركز هذه القوات في مناطق المحافظات الجنوبية، وتخشى من أن يكون هناك تحول أيضا آخر في شبوة، وهذا هو تفكير الإمارات. يعني حتى طارق عفاش وهو في منطقة محدودة جغرافيا وأيضا هو قوته العسكرية محدودة، ولا يمكن أن يتحول إلى مشروع سياسي ناجح، ولا يمكن أن يتحول إلى مشروع عسكري ناجح، بالتالي الرهان عليه أيضا هو كان ضعيف. القوات الذي يسميها الأخ القوات التهامية يثبت أنه هي غير موجودة أساسا، يعني قوة ضعيفة وحقيقة يعني لا يمكن أن تستطيع أن تقف في هذه المناطق. نعم وضحت سيد طالب. أعود إليك سيد ياسين التميمي، بالنسبة للجنة الأممية المتواجدة والمختصة باتفاق ستوكهولم، ما هو دورها؟ ما الذي ستقوم به يعني بالنظر إلى هذه الاختراقات وإلى أن ميليشيا الحوثي خرقت هذا الاتفاق، ما الذي سيحدث؟ البعثة الدولية تقول أنها لم تشعر بهذا الانسحاب، نعم، وبالتالي أنا لا أتوقع سوف تذهب إلى الحوثيين وتحاسبهم وتلومهم لماذا أنتم ترتكبون هذه الانتهاكات في المناطق التي أصبحت الآن تحت أيديكم بعد انسحاب القوات المشتركة. هذه اللجنة كانت سلبية عندما كانت الأطراف متكافئة وكانت خطوط التماس في قلب مدينة الحديدة، لم تكن تعمل شيء، كانت تستلم المزيد من المرتبات وتحصل على المكافآت المطلوبة ثم تصدر بيانات لا تتعدى مسألة القلق، أو أنها تحقق بعض الاختراقات من خلال إقامة نقاط مراقبة إلى آخره. اليوم الأمر خرج من يد هذه اللجنة، ولهذا أنا قلت أن هذه اللجنة لم يعد لها معنى، أنها تستقطع جزء من الأموال التي يفترض أن تذهب لمستحقيها اليمنيين. طالما والإمارات والتحالف قرروا أن يسلموا هذه الأراضي للحوثيين، هذا يعني أن اتفاق السكون سقط كليا، يعني المجتمع الدولي لن يأتي ليحارب عن نيابة عن السلطة الشرعية التي تجاهلها تماما هذا التحالف الذي يدعي أنه أتى إلى لدعمها. ولهذا أنا أقول أن ما حدث اليوم يعتبر مكافأة غير مستحقة للحوثيين. اليوم حصلوا على مساحة كبيرة من الأرض بسبب هذا الموقف الخياني الذي أقام عليه
هذا التحالف الذي يعتقد أنه صرف ما يكفي وليس مستعدا لكي يصرف المزيد في اليمن. طيب السيد طالب كان قد تحدث عن نقطة توزيع قوى مثل الانتقال في الجنوب وأيضا هناك بعض القوات في شوة، وما يحدث الآن في الحديدة هو توزيع موازين القوى في هذه المناطق طبقا للاستراتيجية التي يرى بها التحالف أو التي يريد لها التحالف أن تكون على الأرض. هو تحدث عن الإمارات، لكن أنا أستطيع أن أقول بأن القوات التي أشرفت عليها الإمارات في الساحل الغربي لم تكن بالمليونة التي كانت عليه في الساحل الغربي عندما تنتقل أو تعيد تموضعها في المحافظات الجنوبية لحساب المشروع الإماراتي. هذه القوات أو الوحدات السلفية ربما هي تخضع ربما لنفوذ المملكة العربية السعودية أكثر من أنها تخضع لنفوذ الإمارات، ومع ذلك ليس مستبعدا أن تقوم هذه القوات بدور ما في المحافظة الجنوبية، إما لتحقيق معادلة مع التواجد الحوثي في المحافظة الجنوبية أو ربما للمزيد من الإمعان في إضعاف السلطة الشرعية وإزاء الأراضي التي لا تزال تخضع للسلطة الشرعية أو لخوض معارك في مناطق سيطر عليها الحوثيون كما هو الحال بالنسبة لمديريات شمال غرب محافظة شبوة. هذه السيناريوهات واردة، لكن ما أؤكده بالنسبة للإمارات أن هذه القوات ليست مطواعة للإمارات، وإن كان بعض القيادات استطاعت الإمارات أن تطوعها أو أن الإمارات استطاعت أن تشكل وحدات داخل هذه الألوية، لكن مسألة أنها يمكن أن تطوع هذه القوات في مهمة أخرى في المحافظة الجنوبية هذه المسألة ستخضع لمزيد من التنسيق مع الجانب السعودي. والاستنتاج الأهم بالنسبة لنا هو أن هذا التحالف يبدو أبعد ما يكون عن دعم السلطة الشرعية أو إعادة تمكينها. سيد عبد الحفيظ، بهذا الاختراق وبسيطرة الحوثيين على هذه المناطق، هل نفهم الآن أن اتفاق ستوكهولم قد انتهى؟ نعم، أعتقد أن اتفاق ستوكهولم انتهى في السنة التي أنشئ فيها 18 ديسمبر 2018 بعد الاختراقات والخروقات التي حدثت والاعتداءات والقصف التي طال حتى الفرق الميدانية فرق المراقبة شمال شرق وجنوب مدينة الحديدة، وبالتالي أيضا رفض الميليشيات من الانسحاب من مدينة الحديدة ومن الميناء أن تنسحب القوات المشتركة من تخوم مدينة الحديدة تخوم الشمال الجنوبية والشرقية. للأسف الشديد في اعتقادي أن ستوكهولم انتهى وصوبت له طعنات من وقت مبكر، وبالتالي الحكومة الشرعية وضعت اللجنة المشتركة وكانت كل الحوارات عبثية التي كانت تدور ما بينها وبين اللجنة الممثلة لميليشية الحوثي وأيضا البعثة الأممية والفريق الأممي الميداني المتعلق باتفاق الحديدة. وبالتالي في اعتقادي بأن أمام الحكومة الشرعية بالإعلان ما الذي يحدث، لأن الكثير من المراقبين والمحللين يضعون العديد من الاستفهامات وعما يحدث ما حدث في محافظة الحديدة في الساعات الماضية، ولا يستطيع أحد إيجاد المعلومة الصحيحة عما حدث، خاصة وأن عملية الانسحاب دبرت بليل وبالتزامن مع عمليات مناورة أجرتها الإمارات والبحرين وإسرائيل في عرض البحر الأحمر، وبالتزامن مع هذا الانسحاب يعني مشهد دراماتيكي يجب على الحكومة الشرعية ويجب أيضا على التحالف إن كان على ثمة التحالف يستطيع أن يجيب على كافة هذه الأسئلة وخاصة الأسئلة المتعلقة بالجانب الإنساني، لأنه صراحة خذلان السكان والتسبب بهذه الجرائم في هذه المساء الإنسانية التي تتشكل الآن في المنطقة الجنوبية لمحافظة الحديدة تضع قادة القوات المشتركة محل اتهام، ويجب على المحامون بمحافظة الحديدة أن يقدموهم كمجرمي حرب على اعتبار أنهم أحياء عظمى، على اعتبار أنهم سلموهم لميليشيات الحوثي التي استمرت خلال 3 سنوات الماضية من اتفاقية ستوكهولم تقصف المدنيين تدمر منازلهم وتهجر العشرات. وفي هذه النقطة يعني نقطة قصف المواطنين وتدمير منازلهم أنتقل إليك سيد طالب الحسني، بعد سيطرتكم وبعد هذه الاختراقات التي يعني انسحاب حدث وأنتم دخلتم إلى هذه المناطق دون حرب، ما الذي ينتظر المواطنين في هذه المدينة؟ ينتظرهم الله بالسلام، وأنا حقيقة لا أريد سيد طالب، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بضيفنا طالب الحسني. أعود إليك سيد ياسين بسؤال أخير،
المواطنين، القوات التي تنتمي لهذه المدينة، أيضا النائب في هذه المدينة التي تحدث بأن هذه الانسحابات متوقعة، ما الذي بيدهم؟ هل سيستطيعون مواجهة كل هذه التحديات التي تقف أمام هذه المحافظة؟ أعتقد أن الطرف الذي سيشعر بوقع وأثر هذه الانسحابات المفاجئة هي القوات التهامية المرتبطة بالحديدة نفسها، والتي فعلا تتوفر لديها نوايا حقيقية لحماية الحديدة وأبنائها. هذه القوات بطبيعة الحال ومع هذه الانسحاب لا أتصور أنها ستتلقى الدعم نفسه، خصوصا وأن هذه الانسحابات هي جزء من عملية عقابية في الواقع تمارسها الإمارات ضد الشعب اليمني. وهذا الأمر تيسر لها لأنها منذ أن تدخلت عسكريا وهي تصرف بشكل منفرد وبعيدا عن السلطة الشرعية، وتحاول أن تقلل وتجعل الخيارات محدودة أمام اليمنيين المدافعين عن دولتهم. نعم. لهذا هي تستطيع أن تقوم بهذا النوع من المبادرات رغما عن الشعب اليمني نفسه، ولهذا القوات التهامية هي الأكثر تضررا. الشعب المواطنين أنفسهم في المديريات وفي المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة هم اليوم عرضة للانتهاكات، وقد تحدث الأخ الحطاني عن انتهاكات وعمليات قتل قامت بها جماعات الحوثي. جماعات الحوثي هذه جماعات قتل إرهابية، وهي تمارس هذه العمليات وهذه الانتهاكات بدوافع أصيلة، لأنها تعتقد أن الشعب اليمني لا يستحق الحياة ولا يستحق الحرية ولا يستحق الكرامة. هذه هي المشكلة التي نواجهها مع هذه الميليشيا الطائفية للأسف الشديد. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي ياسين التميمي، كما أشكر ضيفي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، وأيضا كان معنا من بيروت الصحفي طالب الحسني. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل راضي صبيح، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.